يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقه النهارده مميزه كالعاده. هنتابع كل الاخبار على الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه هنا في اخبار اون تايم، وكمان هنتابع كل الكواليس اللي جديده في كره القدم العالميه عن طريق جوله في الصحافه العالميه، وكل ده تحت شعار دايما متعودين عليه ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس اللي بتجمعنا هي الكوره. خلونا نبدا اولى فقراتنا زي ما احنا متعودين بابرز العناوين. اليوم وديه المرج تجهز بدلاء الاهلي للقمه. استعدادات مكثفه في الزمالك للقمه 123، وكارتيران يخطط لمفاجاه. صدمة في الزمالك بسبب رزاق سيسي. الإسماعيلي يبحث عن بديل لطلعت يوسف. وعالميا اليوم انطلاق مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ومن العناوين نروح دلوقتي لتفاصيل اخبارنا المحليه. 2021-2022 وكان في مباراتين زي ما شفنا، المصري ما قدرش انه يحقق الفوز امبارح للمباراه الثانيه كانت على التوالي، وتعادل سلبيا امبارح قدام فريق سموحه، وغزل المحله برضه حقق فوز غالي جدا وكسب فريق ايسترن كومباني 3-2 في مباراه كانت مثيره وممتعه من جانب الفريقين في المباريات امبارح. دي كانت نتائج مباراه امبارح. خلونا برضه نستعرض مع حضراتكم نتائج دلوقتي مباراة الجولة الثانية للدوري الممتاز موسم 2021-2022، ونبدأ بالاتحاد السكندري. فاز 3-2 على فريق فيوتشر، إمبي فاز 3-2 على المقاولون العرب، سيراميكا كيلوباترا فاز 2-1 على الإسماعيلي، مصر المقصة فاز 2-0 على الجونة. كمل بقيه المباريات، طلائع الجيش خسر 0-2 من الزمالك، فاركو خسر 1-2 من بيراميدز، الاهلي فاز بهدف مقابل لا شيء على البنك الاهلي، والمصري تعادل سلبيا مع سموحه، وايسترن كومباني خسر 2-3 من غزل المحل. خلونا برضو نستعرض مع حضراتكم جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية، ونشوف جدول الترتيب مع بعض. في المقدمة النادي الأهلي في مقدمة جدول الدوري الممتاز، ويليه الزمالك بنفس الرصيد لكن فرق الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي في المقدمة، ثم مركز الثالث بيراميدز، الرابع اتحاد السكندري غزل المحلة في الخامس، السادس سيراميكا كيلوباترا، السابع البنك الأهلي، الثامن مصر المقصة. كمل بقية ترتيب الجدول. مركز التاسع فيوتشر، العاشر المقاولون العرب، الحداشر إمبي، سموحة في المركز الاتناشر، مركز التلاتاشر نادي المصري، الاربعتاشر الجونة، الخمستاشر إيسترن كومباني، وستاشر فاركو. مركز 17 الإسماعيلي، والمركز الأخير طلائع الجيش. تعرف أكتر عن أول جولتين في بطولة الدوري الممتاز بينضم لينا هاتفين، واحد طبعا المدربين الفنيين القادرين دايما بنعتز بآرائهم الفنية، طبعا الكابتن طارق العشري المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش. كابتن طارق منورني في أخبار أون تايم. صباح الخير يا محمود، تحياتي ليك ولأسرة البرنامج. تحياتي لحضرتك طبعا، وبعد انتهاء اكيد اول جولتين يعني شفنا اهداف كتير جدا في اول جولتين لبطوله الدوري، شفت حضرتك الدوري بشكل عام حتى الان ازاي؟ شايفه ان هو بدايه قويه من جميع الفرق. الفرق داخله متشوقه بشكل كبير جدا.
يمكن اللي حققوا العلامه الكامله ثلاث فريق الاهلي والزمالك وبيراميدز، في سرعة كبير جدا لإزدادات حتى الفرق اللي هي صاعده. الجولات كلها فيها حماسه كبيره جدا سواء من المدربين او اللاعبين، وده اللي عاطي حلاوه للجولتين اللي فاتوا، فيها شراسه كمان وشراهه في الناحيه التهديفيه، وبدليل ان حوالي 26 هدف في كل جوله اعتقد. فاتمنى ان الامور تفضل كده مشتعله. انا نفسي ان خاصه على القمه ما تنحصرش بين الاهلي والزمالك فقط لا غير، نفسي كمان تزيد الغله في المنافسه على القمه عشان نفضل لاخر جوله ما نعرفش مين هو البطل، وده اللي بيدي طبعا يعني التهاب للمسابقه ما تحسمش من بدري، وده يعني البوادر باينه. في جوله ثالثه هتبدا، ويمكن احنا مش معتادين ان يبقى الديربي بين الاهلي والزمالك بدري، لكن ده طبعا يعني نقطه تحسب لرابطه المحترفين اللي بتدير المسابقه ان الجدول اللي تم وضعه بيحترم، وده اللي احنا عاوزينه عشان يبقى فيه ثبات في المباريات وثبات في المستوى كمان. كابتن طارق، يعني رغم اول جولتين احنا لسه في البدايات شايفين غزاره تهديفيه زي ما حضرتك ذكرت في اول جولتين، يعني ايه السبب رغم ان لسه كنا دايما نقول في السنين اللي فاتت ان لسه الفرق مش جاهزه، لسه اللياقه البدنيه والفنيه ما جهزتش، يعني ايه السبب؟ السبب ان الفرق دايما في البدايات بتحاول تجمع اكبر عدد من النقاط عشان اللي جاي هيبقى اصعب. فالجاهز واللي هيقدر يعني يفوز بالثلاث نقاط الاولى المباراه تلو المباراه هو اللي هيعدي، يقدر يجمع بشكل كبير، خاصه ان الفرق نظريا لم تكتمل او عمليا كمان لم تكتمل من ناحيه البدنيه الجيده او التكتيكيه، يعني لسه بيتلمسوا اجواء المنافسه بشكل كبير جدا. فالشاطر اللي هبتدي يجمع اللي هتبتدي تهرب منه خاصه المباريات المتتاليه، يمكن الاسبوع اللي جاي وبعد كده هيبقى فيه جاب الفرق تلتقط انفاسها وترتب اوراقها بشكل كويس جدا من خلال التوقف الدولي. فالشاطر اللي هيقدر يجمع في الاول، بالاضافه كمان ان شايفين في نزعه هجوميه للفرق كلها، يعني بتحاول بقدر الامكان ان هي تلعب مباريات مفتوحه، وده يمكن في بعض المباريات بتيجي على حساب النواحي الدفاعيه. يعني مثلا لو انت بصيت للكاوتنج بتاع نادي الاتحاد هتلاقيه احرز 7 اهداف ودخل مرمى 7 اهداف، هنا في نقطه جيده في الناحيه الهجوميه ان هو بيقدر يصل للمرمى في اهداف بغزاره، ولكن عنده نقطه ضعيفه وهي ان مونيا مرماه في اول مباراتين 7 اهداف، ديت لازم يبقى في دراسه من الاتحاد 6 اهداف او 6 اهداف دخل مرمى 6 اهداف غير الوقت. فبرضه ديت بالنسبه لي انا كمدرب يعني نسبه عاليه انك بتتلقى اهداف، وبعدين ما تنساش ان هو كان متاخر في مباراه سموحه وبعدين راجع تاني في المنتدى في الشوط الثاني بعد ما تعديل الخطوط. فالمباريات بكل انا قصدي ان المباريات كل اسبوع بتزداد صعوبه وبتزداد التهاب، عشان كده الكل بيحاول يجري، يحاول يجمع، بيحاول ان يستفيد من النقاط من الانطلاقه الاولى دي، بدايه مهمه جدا. ما تنساش كمان حاجه مهمه جدا ان ديت بتدي انطباع على مستوى الفريق بالنسبه للفرق، وده اللي شفناه طبعا في مباراه البنك الاهلي والاهلي، يعني شفنا هذه المباراه كانت مغلقه تكتيكيا وان الاهلي فاز معاها بصعوبه. بمناسبه الاهلي طبعا الكل والشارع المصري كلهم منتظرين اكيد يوم الجمعه مباراه القمه الاهلي والزمالك، حضرتك شايف المباراه دي ازاي؟ مباراه طبعا يعني الكل بينتظرها مش في مصر فقط لا غير او جماهير الفرقتين، احنا كمان كمدربين بنحب نتفرج عشان كمان نتعلم من خلال مشاهدتنا، لان دي قمه الكره المصريه والعربيه، اتمنى تدي صوره وانطباع جيد عن المسابقه بتاعتنا، لان دول هم البوابه بتاعتنا خلال المنطقه العربيه او حتى المنطقه الافريقيه. مباراه تكتيكيه بين مدرستين، مدرسه فرنسيه مدرسه جنوب افريقيه او افريقيه، الكاركيرون داخل بثبات فني جيد جدا جدا، محقق حوالي 25 فوز متتالي، يعني من ساعه ما توليه المسؤوليه حتى حصوله على بطوله الدوري، وداخل يدافع بكل قوه، في انسجام بينه وبين اللاعبين، في ثبات في المستوى، في ثبات في التشكيل. موسيماني بادئ الموسم بدايه جيده جدا جدا، مباراه الاسماعيلي عمل مباراه تكتيكيه جيده جدا بنتيجه كبيره وعريضه على فريق نادي الاسماعيلي. المباراه اللي بعد كده طبعا بنك الاهلي يمكن كانت اصعب شويه، لان كان في قرايه جيده جدا من خالد جلال
لاسلوب النادي الاهلي، حتى تدخل موسيماني في خلال الشوط الثاني بتعديل طريقه اللعب. وهنا يعني من ذكاء الموسيماني ان هو تدخل في وقت جيد جدا عشان يعود للمباراه، لكن في مجملها كانت مباراه صعبه، وده يمكن اللي هيلاقيه الاهلي والزمالك خلال المرحله القادمه. ان شاء الله تكون قمه ان شاء الله في الروح الرياضيه، والافضل ان شاء الله هو اللي يكسب. كابتن طارق العشري بشكرك شكرا جزيلا ونورتني في اخبار اون تايم. نروح بقى دلوقتي لجوله في اخبارنا المحليه، طبعا مباراه القمه اللي جايه في الجوله الثالثه بالدوري يوم الجمعه ان شاء الله جاي، الاهلي والزمالك. هي حديث اكيد الجمهور وحديث الشارع الكروي بشكل عام، والناس دايما بتستنى اكيد المباراه دي بفارغ الصبر. كل تاكيد المباراه بيبقى ليها حسابات ثانيه ومختلفه تماما عن باقي المباريات في الدوري. خليني اقول لكم بقى، الاهلي النهارده بيستعيد النادي الزمالك من خلال المباراه وديه هيلعبها قدام فريق المرج احد انديه دوري الدرجه الثالثه الساعه 4 النهارده على ملعب مختار التتش، عشان تبقى تجهيز بقى بشكل عملي للمباراه القادمه، وكمان عشان يدي كمان فرصه اكيد للبدلاء انهم يشاركوا في اجواء والمباريات تحسبا للدفع باحدهم في لقاء القمه اللي جاي. زي مثلا ممكن نشوف كهربا يكون موجود، ممكن نشوف محمد طاهر، كمان محمد الشناوي المدير الفني عايز يديله جزء من مباراه اليوم، لكن الشناوي مش حابب ده وحابب انه يشارك على طول في مباراه القمه، لا قدر الله اذا اتصاب النهارده في المباراه الوديه ممكن يغيب، فحابب ان هو يبدا على طول المباراه القادمه امام نادي الزمالك. موسيماني بدا ان هو يشوف بقى عدد من الفيديوهات لقاءات الزمالك الاخير كمان لمعرفه كل التفاصيل الفنيه الخاصه ونقاط القوه والضعف الفريق الابيض، واهم اكيد الاوراق الرابحه في صفوف نادي الزمالك، يعني الاوراق اكيد مكشوفه من اجل احكام السيطره عليها قبل القمه 123 يوم الجمعه اللي جاي، عشان يقدر ان هو يحقق الفوز يوم الجمعه القادم ويحقق انطلاقه قويه اكيد قبل توقف الدوري الممتاز. بالتاكيد مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي يوم الجمعه، ومهمه جدا لموسيماني والجماهير النادي الاهلي اذا قدروا ان هم يفوزوا على نادي الزمالك، يكون ثلاث نقاط مهمه جدا. انت بتعطل نادي الزمالك المنافس المباشر ليك، وبالتالي كمان بتحصل ثلاث نقاط، واكيد تدي دفعه معنويه كبيره جدا للموسم الحالي. خلوني برضو اطمنكم على اكرم توفيق الظهير الايمن للنادي الاهلي بعد اخبار اصابته في مباراه البنك الاهلي الاخيره وعدم خوض تدريبات النادي الاهلي امبارح، يعني ما شاركش، وده اثار تساؤلات كتيره جدا عند الناس، بدوا يسالوا فين اكرم. اكرم زي ما احنا عارفين كان اتعرض لكدمه خفيفه في مباراه البنك الاهلي الاخيره في عضله الفخذ، واخد برضو بعض المسكنات بعد المباراه على طول، طبعا تحت اشراف اكيد طبيب الفريق للنادي الاهلي اللي طمن كمان الجهاز الفني على اكرم توفيق وقال لهم انه سليم حتى الان، لكن بيفضل منحه راحه لمده 48 ساعه يومين من التدريبات، وده اللي حصل فعلا، ما اتمرنش امبارح مع الفريق واكتفى بتدريبات استشفائيه، والنهارده كمان مش هيشارك في مباراه الوديه امام المرج النهارده، لكن هيبقى جاهز ان شاء الله للمشاركه بكره في التدريبات في معسكر الفريق، وطبعا هيخضع لفحص طبي اكيد تاني عشان يتحدد موقفه النهائي ويطمئنوا عليه بشكل كامل. لكن بناء على تاكيدات مصادر في الجهاز الفني لينا هنا في اخبار اون تايم، نسبه كبيره للغايه اكرم توفيق هيكون متاح للمشاركه امام الزمالك، وما فيش ما يوجد ما يمنع من تواجد اللاعب، وان حالته مستقره مع الفريق وكدمه مش مقلقه تماما. واكرم كمان نفسه طمن الناس على انستجرام، شفنا كمان وحط يعني تغريده وقال ان الامور كويسه ولا يوجد شيء يدعو للقلق. ده اللي بيطمن بيه اكرم توفيق النادي الاهلي انه هيكون موجود في القمه القادمه، قمه 123 يوم الجمعه القادم. وبالتاكيد اكرم توفيق واحد من نجوم النادي الاهلي، تالق في الجبهه اليمنى، بيقدر يؤدي في مركز وسط الملعب برضه بامتياز، يعني لعيب جوكر فعلا مهم جدا في تشكيله النادي الاهلي في الفتره القادمه. على الجانب الاخر هنروح لنادي الزمالك، هو كمان بيواصل تدريباته بكل قوه بقياده المدير الفني باتريس كارتيرون استعدادا لمباراه القمه اللي جايه امام النادي الاهلي، وقرر الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق يوم الاربعاء اللي جاي باحد الفنادق القريبه طبعا بكره ان شاء الله، لفرض السريه بقى على الفريق وعدم تشتيت اللاعبين نظرا لاهميه المباراه اكيد لنادي الزمالك. الزمالك هيتدرب النهارده وبكره على ملعبه قبل الدخول في معسكر مغلق زي ما قلت لحضراتكم، وخضع اللاعبين اللي شاركوا في لقاء طلاع الجيش لفقره تدريبيه خفيفه خلال المران امبارح، وخضع باقي لاعبي الفريق لتدريبات بدنيه تحت اشراف مدرب الاحمال. الزمالك يدخل مباراه الجمعه بقائمه لاعبين كامله بدون اي غيابات، باستثناء طبعا الموقوفين الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا الموقوف من لجنه المسابقات 8 مباريات، وحازم امام كمان موقوف ايضا لمده 4 مباريات، الاربع مباريات دول هينتهوا بنهايه مباراه الاسماعيلي في الجوله الرابعه من الدوري، وهيكون جاهز للمشاركه في مباريات بدايه من مباراه البنك الاهلي في الجوله الخامسه من الدوري الممتاز بنبدا نادي الزمالك. فبالتالي
محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم امام هم دول الثنائي اللي هيغيب عن نادي الزمالك حتى الان بسبب الايقاف، والفريق كله كامل واوباما كمان جاهز لهذه المباراه زي ما اكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك امبارح. لسه مكملين اخبار نادي الزمالك، ومسؤول نادي الزمالك النهارده يحسموا مشاركه شيكابالا لاعب الفريق في مباراه القمه اللي جايه، وارسلوا خطاب جديد لاتحاد الكره من اجل السماح للاعب بالمشاركه في المواجهه القادمه امام النادي الاهلي، وتنفيذ حكم مركز التسويه والتحكيم الرياضي واللي قرر الغاء عقوبه اتحاد الكره على اللاعب. بالفعل كارتينو بيفكر فعلا في ضم شيكابالا معسكر الفريق اللي جاي اللي هيبدا بكره زي ما ذكرت لحضراتكم، تحسبا لمشاركته بشكل رسمي وقانوني، وطبعا هيبقى في انتظار القرار النهائي من اتحاد الكره املا في مشاركه اللاعب في مباراه النادي الاهلي القادم. شيكابالا كان حصل على حكم زي ما احنا عارفين من مركز التسويه والتحكيم الرياضي بوقف عقوبه اتحاد الكره، واللي تم توقيع عليه بالايقاف 8 مباريات والغرامه 250 الف جنيه على طبعا خلفيه الاحداث اللي حصلت بعد مباراه البنك الاهلي في الموسم الماضي. في كارتيرو بيفكر ان هو يضم فعلا في المعسكر القادم تحسبا لاي تغييرات في قرار اتحاد الكره. صدمه بقى في نادي الزمالك بسبب رزاق سيسي اللاعب الايفواري اللي بتطرده لعنه الاصابات من فتره طويله جدا، طبعا بعد ما الزمالك ايده في القائمه المحليه للفريق في الموسم الجديد وبعد انتهاء اعارته مع نادي الاتحاد السكندري. الحقيقه اصابه سيسي مش مفهومه لغايه دلوقتي من البدايه لعدم وجود تفاصيل كامله بخصوصها، وده اللي اكد عليه دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك. سيسي من المفروض انه يخضع لفحوصات طبيه بكره ان شاء الله، وهي اللي هتحدد بقى موعد عودته، لكن دكتور محمد اسامه اكد ان الفتره دي مش هتقل عن حوالي 7 اسابيع من الان. سيسي زي ما احنا عارفين عمل عمليه في ركبته من 3 شهور بسبب اصابته بكسر في جزء طبعا بسيط من عظمه الصابونه، وخضع كمان للتاهيل بالفعل قبل العوده الى مصر، لكن الدنيا مش واضحه لغايه دلوقتي حصل فيها ايه وايه اللي خلى الاصابه تتجدد عنده من تاني. ده اللي هيحدده الزمالك بكره بشكل رسمي بعد الفحوصات الطبيه الخاصه باللاعب. هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا من جديد. شفنا امبارح طبعا مباراه كانت قويه جدا، غزل المحله وفوز مهم جدا على فريق ايسترن كومباني ب3 اهداف مقابل 2، يعني وفوز كان مهم واداء رائع بصراحه لنادي غزل المحله، بدايه اكتر من رائعه. يعني بينضم لينا هاتفيا دلوقتي يطمنا على فريق غزل المحله والاداء الرائع حتى الان والبدايه المميزه كابتن صابر عيد المدير الرياضي نادي غزل المحله. كابتن صابر برحب بيك. اهلا كابتن محمود، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ طبعا مبارك لحضرتك طبعا 4 نقاط في اول جولتين، التعادل مع المصري ثم الفوز على فريق ايسترن كومباني امبارح، يعني طمنا على فريق غزل المحله والبدايه القويه، يعني 4 نقاط طبعا للفريق في اول جولتين. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا بنحمد ربنا طبعا على الماتشين لان احنا لعبنا الماتشين خارج ارضنا، و4 بونت يعتبر الحمد لله يعني يعتبر يعني بالنسبه لنا يعني يعتبر حاجه كويسه ان شاء الله كبدايه مطمئنه ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله احنا يعني السنه دي ان شاء الله بنسمع ان احنا ان شاء الله في مركز كويس السنه دي ان شاء الله. الدعم السنه دي كان دعم كويس جدا بالنسبه للعيبه، دعم سياده الوزير هشام توفيق الفرقه السنه دي دعم قوي جدا، ومجلس اداره الحمد لله يعني بيجتهد في حدود الامكانيات المتاحه، سواء رئيس النادي الباشمهندس علي العباسي او كابتن عمر عبد الله او كابتن خالد كرم، فالحمد لله احنا بنحمد ربنا ان شاء الله، واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن ان شاء الله كابتن محمود باذن الله. كابتن صبري عايزين نتكلم على الفترة الجاية، فرق كتيرة جدا دعمت بصفقات من الإعارة الثقيل يعني في الموسم الانتقالات الصيفي الحالي، يعني كلمنا عن دور حضرتك في الفترة الأخيرة التدعيمات، إزاي تقدروا تكملوا وطموحاتكم في الدوري الحالي؟ والله الحمد لله، يعني إحنا السنة اللي فاتت مشى من عندنا 13 لعيب من قوام الفرقة السنة اللي فاتت. نعم. وكان في 4 إعارات مشوا يعني حوالي 17 لعيب، وإحنا الحمد لله يعني قدرنا ندعم فرقة ب 17 لعيب مكان اللعيبة اللي مشت. بحدود الامكانيات المتاحه بالنسبه لنا ماديا، بس في نفس الوقت احنا الحمد لله رب العالمين جايبين لعيبه في حدود الامكانيات، بس امكانياتهم الفنيه الحمد لله كويسه جدا يعني. فانا عارف ان في انديه طبعا بتدعم مادي كبير جدا الانديه اللي صاعده سواء في يوتشر او فاركو او الشرقيه للدخان، فاحنا الحمد لله بالنسبه للصفقات اللي احنا جايبينها صفقات في حدود امكانياتنا، بس تفيدنا يعني تفيدنا نمره واحد فنيا. وانا بس كابتن محمود كان ليا بس عتاب محب يعني عتاب بسيط كده،
اتفضل يا فندم. للكابتن محمد فضل الانسان المهذب المحترم اللي احنا كلنا بنحبه، يعني جماهير المحله والناس كلها بتحبه يعني. ففي بدايه الدوري ماتش المصري جمهور المحله زعلان جدا ومجلس اداره، لانه قال ان من الفرق اللي ممكن يعني يبقى يعني ممكن تنزل المحله ومعاها مش عارف فرقه او شريعه للدخان. بناء على ايه هو قيم يعني؟ هو قيم قال لك ان الناحيه الماديه ان الفرق الثانيه دعمت اكثر، واستشهد كده بالدوري الاسباني ان قال لك برشلونه ما دعمش فعشان كده برشلونه في المركز التاسع. اللي مصدر الدوري دلوقتي كابتن محمود ريال سوسيداد. نعم. يعني هل ريال سوسيداد مدعم او القيمه السوقيه الماليه بتاعته زي ريال مدريد مثلا؟ لا طبعا. مش شرط ان هي فمش شرط ان هي ماده. وبينافسه كمان يعني بينافس في السنه دي مثلا اوساسونا وريال بايكانو، يعني فرق مش مدعمه بالناحيه الماديه يعني. انما يعني كان لنا عتاب بس بسيط، لان الناس زعلانه جدا في المحله ان في بدايه الموسم انت عارف الحاجات دي بتبقى يعني بتاثر بالسلب على اللعيبه والكلام ده. انما يعني انا يعني هو كابتن فضل اكيد يعني مش قصده، هو اكيد بيتكلم برؤيته الفنيه طبعًا بالتاكيد. لا طبعا انا الكابتن محمد فضل انا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا كشخصيه محترمه ومهذبه، وانا عارف انه ممكن ما يكونش يقصد يعني. وكلنا بنحب المحله وكلنا ورا نادي غزل المحله يعني. اخينا عايز اسال حضرتك برضو على المباراه الجايه، المباراه الجايه هتكون في حضور الجميع، اول مباراه لنادي غزل المحله على ارضه يعني. أيوة. اول جولتين كانوا خارج المحله، شايف حضرتك المباراه امبي ازاي؟ والله انت يعني امبي من الفرق المحترمه، فرق محترمه جدا، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله نواصل احنا في ملعبنا هيبقى يعني بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله هيبقى طبعا مصدر ثقه لنا. فان شاء الله رب العالمين بتمنى من ربنا ان ربنا يوفقنا وانت اننا ماشيين على النهج اللي احنا ماشيين عليه ده كابتن محمود، رغم ان امبي من الفرق القويه، انما ان شاء الله في ملعبنا باذن الله نقدر نسعد جماهيرنا ونرجع يعني تبقى توفيق ان شاء الله يا كابتن صابر. طبعا نادي غزل المحله كابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحله، بشكرك كل التوفيق ان شاء الله الفتره القادمه. كمل برضو اخبارنا من نادي الاسماعيلي، وبيبدو طبعا ان موسم الانتقالات في الدوري طبعا الفتره اللي جايه المصري بدا بدري شويه من عند الاستقالات بقى بالنسبه لنادي الاسماعيلي. وخلاص كابتن طلعت يوسف اعلن رحيله عن تدريب نادي الاسماعيلي بعد مباراه الفريق المقبله امام البنك الاهلي في الجوله الثالثه من الدوري الممتاز، وقال ان علاقته بيحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي الجديد انتهت بعد تصريحات الادلى بيها طبعا عقب فوزه برئاسه النادي. وكان فيها تلميحات من وجهه نظر الكابتن طلعت يوسف، من وجهه نظره ان فيها نوع من التهديد بالاقاله، فقرر الكابتن طلعت يوسف خلاص ان يرحل عن نادي الاسماعيلي. كابتن طلعت اكد ان الجهاز والمعاون هيقود الاسماعيلي في المباراه القادمه امام البنك الاهلي، وبعدها هيرحل هو وجهازه بغض النظر عن نتيجه المباراه عن نادي الاسماعيلي. كان يحيى الكومي كمان كان انتقد الجهاز الفني لفريق نادي الاسماعيلي بقياده كابتن طلعت يوسف بالاضافه للاعبي الفريق في ظل التراجع طبعا نتائج في الفتره الاخيره. فريق الاسماعيلي زي ما احنا عارفين فشل في حصد اي نقاط بعد مرور اول جولتين من الدوري، خسر في الجوله الاولى امام النادي الاهلي برباعيه نظيفه، ثم سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في الجوله الثانيه. اداره نادي الاسماعيلي بدات بقى في البحث اكيد عن البديل للكابتن طلعت يوسف، بالفعل بداوا بقى ان هم ادراست اكتر من سيره ذاتيه لاكتر من مدرب اجنبي بنسبه كبيره، هيكون مدير فني هو اجنبي لنادي الاسماعيلي في الفتره القادمه. هنطلع دلوقتي الفاصل نرجع نكمل بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بأبطال أوروبا ونشوف النهاردة أول مباراة، مالمو هيواجه تشيلسي الساعة 8 إلا ربع، فولسبورغ هيواجه ريد بول سالزبورغ الساعة 8 إلا ربع، الساعة 10 طبعا المباريات القادمة كلها في العاشرة مساء، دينامو كييف هيواجه برشلونة، وبايرن ميونخ هيواجه بنفيكا، فيا ريال هيواجه يانج بويز، أتلانتا هيواجه مانشستر يونايتد، يوفنتوس هيواجه زينيت سان بيترسبرغ، وإشبيليا هيواجه ليل. دلوقتي جه ميعادنا مع جولة الصحافة العالمية وفقرة أخبار العالم. هنبدأ مع صحيفة ماركا الأسبانية واللي ركزت على لقاء دينامو كييف وبرشلونة الحاسم في دوري أبطال أوروبا، وصفته بأنه لقاء نهائي لأهميته بالنسبة للفريقين.
كمان اتكلمت صحيفة عن لقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا المقرر بكرة إن شاء الله، وكتبت أتلتيكو مدريد في أنفيل دون نيمار ولورنتي وسافيتش وجريزمان. نروح دلوقتي لصحيفة سبورت الأسبانية اللي كمان ركزت على لقاء دينامو كييف وبرشلونة في دور المجموعات دوري أبطال أوروبا، وكتبت إنه نهائي، وكمان أكدت إن موعد قدوم تشافي هرنانديز لتولي تدريب برشلونة هيكون أمام إسبانيول في ديربي كاتالونيا. كمان تحدثت الصحيفة عن تطورات مرض سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة، وكتبت أجويرو يغيب 3 أشهر. واهتمت الصحيفة كمان بمستقبل سيرجيو راموس في باريس سان جيرمان، وكتبت باريس سان جيرمان يرغب في إلغاء عقد راموس. وركزت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية هي كمان عن لقاء دينامو كييف وبرشلونة في دور المجموعات بدور أبطال أوروبا، وكتبت نهائي مع أنسو فاتي على أمل أنه يلعب فاتي دور المنقذ لحظوظ برشلونة في البقاء بدور أبطال أوروبا. كمان أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن أجويرو هيغيب عن الملاهي لمدة 3 أشهر. وذكرت صحيفة كمان أن بلجيكي أدن هازارد نجم ريال مدريد هيغادر الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. نروح بقى لصحيفة الدسان الإنجليزية، وركزت على تعيين أنطونيو كونتي مدربا لتوتنهام خلفا للبرتغالي نونو سانتو، وإن أنطونيو كونتي هيحصل على 150 مليون جنيه استرليني من إدارة النادي في سوق الانتقالات لتدعيم صفوف توتنهام بصفقات جديدة بعد تدخل دانيال ليفي مالك النادي اللنداني. الصحيفة كمان تحدثت عن تصريحات سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد قبل لقاء أتلانتا في دوري أبطال أوروبا. كمان اهتمت بتصريحات توماس توخيل مدرب تشيلسي قبل مواجهة مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا. هنروح دلوقتي لفصل سريع، ابقوا معنا. برحب مشاهدينا من جديد ومستمرين مع حضراتكم في فقرات اخبار اون تايم. دلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقراتنا وهي فقره وان شوت. خليني افكر حضراتكم في البدايه بمضمون فقره وان شوت، وهي فقره بنتابع فيها اللقطات الايجابيه على السوشيال ميديا بعيدا عن الساحه. الصراعات بقى والخلافات في الفتره الاخيره بقت السوشيال ميديا متابعاها، وهي المكان اللي بيحتضنها طبعا في الفتره الماضية، لكن في فقرة وان شوت بنركز على اللقطات الإيجابية واللافتات الإنسانية اللي دايما هي الأساس في الرياضة بشكل عام. وان شوت النهاردة من إنجلترا وتحديدا فريق ليفربول، لقطة امبارح زي ما شفنا ولافتة إنسانية رائعة طبعا قام بيها الجهاز الفني والإداري ولاعيب ليفربول بدعم لاعب بورنموث ديفيد طبعا بروكس ولاعب نورتش سيتي كمان دان بايدن بعد إصابتهم بمرض السرطان. النجم المصري طبعا محمد صلاح وزملائه في الفريق بالاضافه الى المدير الفني يورجن كلوب وباقي الجهاز الفني والطبي قاموا بحمل قميص يحمل اسم ديفيد بروكس واخر يحمل اسم دان بايدن، وتم توقيعهم كمان برسائل الدعم. وقال الموقع الرسمي نادي ليفربول ان تلك القمصان سترسل الى بروكس وبايدن في محاوله لتقديمهم الدعم في الفتره القادمه. طبعا اكيد لافته اكثر من رائعه من فريق ليفربول، ومهما كان في منافسة وصراع داخل الملعب لكن تبقى كرة القدم والرياضة بشكل عام هي تعبير عن المعاني الإنسانية والروح الرياضية في المقام الأول. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج أخبار أون تايم، وفيناكم فيها بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية. بشكركم على حسن المتابعة، حلقة جديدة إن شاء الله بكرة وإلى اللقاء.